مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي، حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. طبعا حلقة النهاردة هيكون فيها كل ما هو جديد عن النادي الأهلي، واللي أكيد دلوقتي بيعيش عشاقه حالة من الحزن بسبب طبعا تراجع النتائج في الفترة الأخيرة. بس خلونا قبل ما نبتدي حلقتنا النهاردة، في حاجة مهمة جدا. ارتباطنا جميعا بالنادي الأهلي بيحتم علينا ان احنا لازم نساند النادي الأهلي في الفترات الصعبة اكتر من اي وقت تاني. اللي بيعيشوا النادي الأهلي دلوقتي بداية لانطلاق المارد الأحمر، مش زي ما في ناس كتير قوي من كاره النادي الأهلي بيحاولوا يصورونا ان هي دي النهاية. دي مش النهاية ابدا. الأهلي اكبر من اي بطولة لم يوفق فيها، وده مش معناه ان احنا موافقين طبعا على الاخفاق اللي بيحصل دلوقتي، لكن كل بطل دايما بيمر بمرحلة فيها عدم اتزان. النادي الأهلي عودنا دايما وابدا ان هو بيرجع من الكبوات لمنصات التتويج على طول، ويفوز دايما بكل البطولات. ده وقت اللي فيه كل أهلاوي وكل محب للنادي الأهلي لازم يساند النادي الأهلي. ده وقت أعظم جزء في النادي الأهلي. أعظم جزء في النادي الأهلي هو أكيد الجمهور. الجمهور لازم يظهر قد إيه هو بيحب وبيساند النادي دلوقتي. عموما طبعا عايز أقول لكم طبعا المشوار الدوري لسه طويل جدا. النادي الأهلي ياما ضرب أمثلة إن هو كان بيحقق البطولات في النفس الأخير. أكتر من مرة بيكون منافسين النادي الأهلي متقدمين عليه ب10 وب15 نقطة، وبيقدر برضو النادي الأهلي إن هو يقلب كل الأوضاع ويتوج باللقب في الآخر. عشان كده دايما النادي الأهلي هو رقم واحد، وهيفضل إن شاء الله رقم واحد. النادي الأهلي لحد دلوقتي حقق 40 بطولة دوري، وإن شاء الله بإذن الله كلنا وراه لغاية ما حقق الرقم 41 في بطولة الدوري المصري الممتاز. وده كان كلام لازم الواحد يقوله طبعا قبل بداية حلقتنا النهاردة، واللي هيكون فيها أكيد متابعة كبيرة لكل الأخبار المحلية والعالمية وأخبار محترفينا في الخارج، وكمان في جولة في السوشيال ميديا هنناقش كلام كتير وأخبار كتير عن النادي الأهلي مع ضيفنا النهاردة أستاذ رامي رجب الناقد الرياضي في جريدة الدستور. ودلوقتي أكيد هنبتدي بأهم العناوين. العامري فاروق: الأهلي يرفض تماما محاولات البعض وضع النادي في مأزق أمام جماهيره. محمد يوسف: نمر بأدمى مثل أندية أوروبا. عبد الحفيظ: اقتربنا من حسم صفقات شتوية سوبر. الفريق الأول يواصل تدريباته بدون راحة استعدادا لبتروجيت. صلاح محسن يغيب للإصابة ومحمد هاني يعود للتدريبات. أجاري يدرس اختيار وجوه جديدة في مباراة النايجر. والليلة محمد صلاح يقود ليفربول أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال. ودايما بنبتدي معاكم بأهم الكلام والأخبار اللي اتقالوا عن النادي الأهلي في الجرائد. الأهرام: المقاولون يزيد من أوجاع الأهلي بهدف أحمد علي. الأخبار: المقاولون يعمق جراح الأهلي. المساء: ذئاب الجبل التهموا الشياطين الحمر، النحاس أدار اللقاء كما يشاء وحقق الفوز بهدف نظيف. الأخبار المسائي: يوسف: نمر بأزمة مثل كبار أوروبا. الجمهورية: الأهلي يرفض الراحة استعدادا لبتروجيت. الوفد: عبد الحفيظ يعيد ترتيب الأوراق في القلعة الحمراء. الوطن: 5 مدربين بالقائمة النهائية لخلافة كارتيرون في الأهلي. الأخبار: إعلان المدرب الجديد للأهلي مطلع الأسبوع القادم. الشروق: الأهلي يمنح مؤمن زكريا فرصة أخيرة لتجديد عقده. نروح معاكم دلوقتي نشوف تفاصيل أهم الأخبار، ونبتديها من الأخبار المسائي اللي قال إن صرح محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، وقال إن الأهلي بيمر بظروف صعبة بسبب خسارته لنهائي دوري الأبطال وخروجه كمان من كأس زايد للأندية الأبطال، وتسبب ده في فقدان جزئي من الثقة والأداء. طبعا قال محمد يوسف إن أكبر أندية العالم برضه بتواجه ظروف زي الظروف دي، واكد كمان ان النادي الاهلي نادي كبير وقادر ان هو يتجاوز المرحله الحاليه، وان ريال مدريد وبرشلونه ومانشستر يونايتد مروا بظروف مشابهه للنادي الاهلي، ومفيش حل سوى علاج الاخطاء. وتابع طبعا محمد يوسف في كلامه وقال ان مسابقه الدوري المصري الممتاز لسه طويله، والنادي الاهلي لسه بيمتلك خطوط قويه فيها، ولا يمكن الحديث عن حسم اللقب دلوقتي. واتكلم برضه عن التغييرات اللي تمت خلال المباراه. قال محمد يوسف ان هو لعب بناصر ماهر
ماهر واحمد الشيخ عشان يضخ دماء جديده، ولكن اصابه صلاح محسن كانت مفاجاه، وكان طبعا حاطط عليه امال كبيره مع الشيخ وناصر ماهر ووليد سليمان. كمان الشروق قالت ان عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي جلستين مع مؤمن زكريا لاعب الفريق عشان يحسم ملف تجديد تعاقده مع الفريق، خصوصا طبعا وان لاعب عقده الحالي بينتهي في نهايه الموسم الحالي. قالت الشروق ان مصدر مسؤول في النادي الاهلي اكد ان عبد الحفيظ اكد للاعب ان دي فرصته الاخيره عشان يظهر حسن النيه في موقفه تجاه النادي الاهلي، وكمان طلب مدير الكوره من اللاعب التجديد على بياض والتاكيد على استمراره مع الفريق وعدم الرحيل، ونفي الانباء اللي ترددت اخيرا عن توقيعه لاي نادي اخر، ووعد عبد الحفيظ اللاعب بتقديره ماديا في حاله توقيعه على بياض واظهار حسن النيه قصاد مجلس الاداره وجمهور النادي الاهلي. ده كان اهم الكلام اللي اتقال في الجرايد عن النادي الاهلي من امبارح للنهارده. تعالوا نشوف معاكم مواقع الانترنت قالت ايه عن النادي الاهلي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: الاهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهه بتروجيت. البوابه: جلسه بين سيد عبد الحفيظ وطبيب الاهلي. المصري اليوم: الاهلي يكشف حجم اصابه صلاح محسن. فيتو: محمد يوسف يجهز حمودي ومؤمن زكريا. الوفد: محمد هاني ينتظم في تدريبات الاهلي الجماعيه. كورة: عبد الحفيظ اقتربنا من حسم صفقات شتوية سوبر. يلا كورة: عبد الحفيظ يتحدث عن المدرب الأجنبي، موقف صالح جمعة وأزارو ومصير هيثم عرابي. يورو سبورت العربية: محمد يوسف: الأهلي يعاني مثل ريال مدريد وبرشلونة الأسباني. الشروق: الأهلي يدرس قيد عمرو جمال في يناير. الموقع الرسمي للنادي الاهلي العمري: الاهلي يرفض تماما محاوله البعض وضع النادي في مازق امام جماهيره. نروح دلوقتي مع حضراتكم لتفاصيل اهم الاخبار ونبتديها من الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي استأنف صباح اليوم يوم الاربع تدريباته على ملعب مختار التتش في الجزيره استعدادا لمواجهه مقرر ليها يوم السبت اللي جاي. رفض الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق منح اللعيبة راحة بعد خوض مباراة المقاولين العرب امبارح يوم الثلاث نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة بتروجيت القادمة. كمان البوابة قالت ان سيد عبد الحفيظ القائم باعمال مدير الكورة في النادي الاهلي عمل جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي النهاردة الصبح على هامش تمرين الفريق. شهدت الجلسة الاطمئنان على اصابات بعض اللاعبين ومواعيد عودتهم مرة تانية بقوة للتدريبات الجماعية خلال الفترة اللي جاية. طبعا قائمة المصابين في النادي الاهلي بتضم احمد فتحي، عمرو السلية، محمد الشناوي، محمد نجيب، جونيور اجايي، صلاح محسن، علي معلول، رامي ربيع ووليد أزارو. كمان المصري اليوم قال ان محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الاهلي صرح ان صلاح محسن مهاجم الفريق تعرض للاصابه بشد في العضله الضمه اثناء مواجهه المقاولين العرب، وقال كمان ان هو فضل ان هو يغير اللاعب على طول اول ما اشتكى عشان لا تتفاقم الاصابه، شارك بداله طبعا مروان محسن. كمان فيتو قالت ان محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي قاد تدريبات فنيه اضافيه لثلاثي الفريق احمد حمودي، مؤمن زكريا، واحمد ياسر ريان في نهايه التمرين الصباحي النهارده يوم الاربع على ملعب مختار التتش في الجزيره، وشهدت الفقره تمرير الكره للثلاثي بمواجهه المرمى لتدريبهم على التسجيل من الانفرادات. كمان الوفد قال ان انتظم محمد هاني الظهير الايمن للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي في تمرين الفريق الجماعي النهارده الصبح على ملعب مختار التتش بعد ما تخلص من الاصابه في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل واللي تعرض ليها في مباراه الترجي التونسي في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا. ادى اللاعب تدريبات تاهيليه في الجيم والملعب خلال الايام اللي فاتت قبل ما يتواجد النهارده الصبح في التدريبات الجماعيه عشان يعلن جاهزيته للمرحله اللي جايه ويستعد النادي الاهلي طبعا لمواجهة بتروجيت المقرر ليها يوم السبت القادم في الجولة المؤجلة ما بين الفريقين من الأسبوع التاسع من البطولة المصرية أو الدوري المصري الممتاز.
كمان كوره قالت ان سيد عبد الحفيظ القائم باعمال مدير الكوره في النادي الاهلي اكد ان في حاله من الحزن الشديد طبعا بسبب استمرار النتائج السلبيه بعد الخساره قصاد المقاولين العرب بهدف نظيف في الدوري المصري ممتاز. وقال كمان ان هو مقدر غضب الجمهور، وقال عبد الحفيظ ان الجميع لا يملك سوى العمل بكل اجتهاد حتى قدوم شهر يناير القادم. وقال كمان ان كره القدم فيها العديد من المتغيرات وهيكون في تدعيمات قويه في انتقالات الشتويه، وان اكبر انديه العالم بتتعرض لهذه المواقف الصعبه. وقال كمان نتحرك بشكل جيد لضم لاعبين مميزين داخل وخارج مصر لتدعيم الصفوف بكل قوه، وقطعنا شوط كبير في المفاوضات مع مجموعه من اللعيبه، وسيتم الاعلان قريبا عن صفقات الشتاء. كمان موقع يلا كورة قال إن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة في النادي الأهلي والمكلف من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمتابعة قطاع كرة القدم أكد إن ملف المدرب الأجنبي الجديد في إيد رئيس النادي. عبد الحفيظ كمان أشار في تصريحاته إنه لا يوجد لدى أي شخص ما يصرح به عن المدير الفني الأجنبي، الملف بالكامل في يد رئيس النادي الأهلي وهيتم الإعلان عنه فور الاتفاق وتوقيع العقود. وقال كمان فيما يخص هيثم عرابي ومصيره في لجنة التعاقدات، في أمور هيتم حسمها بعودة الخطيب يوم 3 ديسمبر اللي جاي، كل شخص هيتم تحديد دوره واختصاصاته في النادي الأهلي في المرحلة المقبلة، في نظام يجب أن يتم وضعه عشان نقدر نعمل بشكل صحيح. وعن صالح جمعة فتكلم سيد عبد الحفيظ وقال سوف يكون هناك جلسة معه قريبا من أجل الحديث عن المرحلة المقبلة والبرنامج التدريبي الذي سيخضع له حتى شهر يناير المقبل. مؤمن زكريا هو الآخر لاعب جيد ومهم للفريق، سأجلس معه قريبا لحسم الملف الخاص به. وكمان قال أن وليد أزارو مستمر مع الفريق، لا توجد أي عروض رسمية بشأنه، غاب عن المباراة بسبب الإصابة، لكن اللاعب سوف يكون معنا إن شاء الله بداية من لقاء بتروجيت بدون أي مشكلة. كمان يورو سبورت العربية قالت أن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي أكد أن النادي بيمر بكبوة زي ريال مدريد وبرشلونة. وقال كمان محمد يوسف في تصريحات صحفية بعد الخسارة من المقاولين العرب في الدوري المصري ممتاز، الأهلي بيمر بظروف صعبة، كرة القدم بها كل شيء، الخسارة جاءت من هجمة واحدة برغم تسيد الفريق للموقف في معظم فترات المباراة وإهداره للعديد من الفرص. قال كمان أن أكبر أندية العالم بتواجه مثل هذه الظروف، ولهذا كان حريصا على الحديث مع اللاعبين في الفترة الأخيرة عن ضرورة تحليهم بالشخصية القوية خصوصا مع مثل هذه الظروف الصعبة. وقال كمان أن مسابقة الدوري طويلة والأهلي بيمتلك حظوظ قوية فيها ولا يمكن الحديث عن حسم اللقب الآن. وأكد كمان أن الفريق تأثر بسبب خسارته نهائي دوري الأبطال وخروجه من كاس زايد للأندية الأبطال، وتسبب هذا الموقف في فقدان جزئي من الثقة والأداء. كمان الشروق قالت بيفكر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي بجدية في قيد عمر جمال مهاجم الفريق في قائمة الفريق في حلول فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وبيبحث النادي الأهلي عن حلول لأزمة نقص البدائل في مركز رأس الحربة في ظل ضغط المباريات والإصابات اللي ضربت الثنائي وليد أزارو وصلاح محسن. كمان بيحاول المدير الفني للنادي الاهلي محمد يوسف تخفيف الضغوط النفسيه على المهاجم الاخر مروان محسن، واللي طبعا تعرض لانتقادات حاده وهجوم شديد في الفتره الاخيره لابتعاده عن هز شباك المنافسين برغم مشاركته اساسي في عده مباريات. كان النادي الاهلي فعلا قيد عمرو جمال في قائمه الانتظار في مطلع الموسم الجاري بعد انتهاء اعارته من هلسنكي الفنلندي. نروح للموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حرص على توضيح موقف النادي كامل من أزمة عدم حضور جماهيره لمباراة النادي الأهلي والمقاولين العرب، وقال إن مجلس إدارة النادي الأهلي بيدرك كم الأعباء
اللي على كل مسؤول في الدولة، ولكن في نفس الوقت بيرفض رفضا قاطعا فكرة محاولات البعض في وضع الأهلي في مأزق أمام جماهيره. وقال كمان أن المجلس حريص على كل الحرص على مساندة جماهير النادي الأهلي وحضورهم للمباريات في بطولة الدوري العام. وكمان أضاف وقال أن تصريحات عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكورة حول الأزمة اللي أدت لاحتقان كبير لدى جماهير النادي الأهلي، وأن في قواعد منظمة لبطولة الدوري العام والنادي الأهلي ملتزم بها تماما، وبتنص على حضور 5000 مشجع في المباريات الرسمية في بطولة الدوري المصري الممتاز. وشدد كمان أن النادي الأهلي لا يطلب استثناء، ولكن يطلب فقط تطبيق القواعد التي تم الاتفاق عليها مسبقا من خلال حضور هذا العدد في المباريات المقبلة، ولا يفاجئ بما حدث. وقال كمان العامري فاروق أن مجلس إدارة النادي الأهلي قادرة على اتخاذ قرار قوي، ولكن المجلس يحاول ضبط النفس من منطلق حرصه واستيعابه لكم الأعباء والضغوطات على المسؤولين في الدولة، وفي نفس الوقت بيطلب من كل مسؤول ألا يضع الأهلي في مأزق أمام جماهيره. ودلوقتي هنروح لزميلنا شريف شعبان واللي كان متواجد النهاردة في تدريبات الفريق عشان نعرف منه كواليس التدريبات النهاردة. مساء الخير شيماء، ومساء الخير لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. مساء الخير عليك يا شريف، عايز اعرف منك كواليس تدريب النهارده والاجواء عامله ازاي؟ يمكن خليني الاول اقول لك انا لسه مستمر في النادي الاهلي منذ قليل. انتهى المكتب التنفيذي برئاسه النائب رئيس مجلس الاداره الوزير العامري فاروق. كان في مكتب تنفيذي حضر طبعا الوزير العامري فاروق، حضر امين الصندوق الاستاذ خالد الرندلي، حضر الاستاذ خالد المساجي، حضروا الكابتن مهند مجدي، حضروا المدير التنفيذي طبعا العميد محمد مرجان. ويمكن انتهى منذ قليل المكتب التنفيذي طبعا المتبع في هذه الاجتماعات بيبقى في توصيات بتعرض لاحقا على مجلس الاداره او اقرب اجتماع لمجلس الاداره. نرجع بقى لتمرين النادي الاهلي في الاول، يمكن في التاسعه والربع صباحا كان الاهلي بيستعد لمباراه بتروجيت السبت المقبل. يمكن كان في اجتماع مع اللاعبين حوالي 20 دقيقه طبعا بقياده الكابتن محمد يوسف المدير الفني مع الكابتن فراب حفيظ مدير الكره. الاجتماع كان غلق الصفحه الماضيه، غلق صفحه المقاولون، مباراه المقاولون العرب بكل ما تحمله من قسوه، التركيز فقط في مباراه بتروجيت، اللعب بحماس شديد وقتال شديد على في المباراه القادمه، ولا تفريط في النقاط لان المرحله المقبله لا تحتاج التفريط في النقاط. يمكن التركيز ان الدوري لسه في الملعب وما نلتفتش لاي كلام بيتكتب، نركز فقط في مباريات فرقتنا. ويمكن شريف اكرامي عليه دور كبير الفتره القادمه والفتره الماضيه، يمكن جلسات كثيره مع اللاعبين بصفته قبل الفريق والشد من اظهر اللاعبين ومحاوله خروج اللاعبين من مرحله اللا تركيز في الفتره الماضيه. يمكن اللاعبين اللي شاركوا في مباراه المقاولين العرب كان عندهم النهارده تدريبات استشفائيه، ومن بكره هيبداوا يستعدوا لمباراه بتروجيت. التاهيل مستمر للسوليه، ازارو، معلول، اجايين، نجيب، فتحي، الشناوي. يمكن النهارده كان نزل في التمرين انتظم في تدريبات اللاعب محمد هاني. كابتن محمد يوسف عقد جلسه مطوله جدا مع وليد سليمان. الكابتن صلاح حفيظ كان حريص يبقى في جلسه ايضا مع الدكتور خالد محمود اطمئنان على كل المصابين وعلى رجوعهم مره اخرى للفريق الاول، اللي عمل اضافه كبيره لباقي اللاعبين. باقي اللاعبين اللي ما شاركوش في مباراه الامس كان عندهم النهارده تدريبه قويه، تقسيمه قويه جدا. كان حريص الكابتن محمد يوسف اول باول لايقاف التقسيمه وتصحيح اخطاء اللاعبين اول باول. بعد انتهاء التمرين كان الكابتن محمد يوسف حريص ان ياخد اللاعب حمودي ومؤمن زكريا واحمد ياسر ريان لعمل تدريبات اضافيه. يمكن دي كل كواليس تدريب النادي الاهلي اللي استعداد لمباراه بتروجيت السبت المقبل، اللي باذن الله نتمنى باذن الله التوفيق والاهلي يفوز وياخد الثلاث نقاط من هذه المباراه. شيماء اتفضلي. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي متواجد دلوقتي في تدريب النادي الأهلي أو متواجد دلوقتي في ملعب مختار التتش. بشكرك جدا على وجودك معنا، ودلوقتي معادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرة الكلام في الميديا. خليكم معنا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج، وهنبتدي باهم العناوين.
اليوم السابع اقتراح في الجبلاء بزيادة عدد الأجانب في دوري الموسم المقبل. سوبر كورة الشامي، بعض أعضاء اتحاد الكرة يمانعون إنشاء رابطة الأندية المحترفة. اليوم السابع اتحاد الكرة يخاطب النايجر لتعديل موعد مباراة الجولة الأخيرة بسبب ودية مارس. الفجر، أجر يطالب رمزي بتقرير عن الزمالك والإسماعيلي. الشروق، عامر حسين يوضح إمكانية إلغاء إنذارات للبتروجيت. فيتو شوبير، لا توجد لجنة مسابقات في الجبلاية وعامر حسين يصدر القرارات منفردا. الوطن سبورت، وادي دجلة يجدد الثقة في التعكس بعد رباعية الحدود. وان ثري، الإسماعيلي الحضري لم يحترم النادي أو جماهيره. البوابة نيوز، 300,000 جنيه سبب فشل مفاوضات الجونة مع علي ماهر. بوابة الأخبار، رئيس اتحاد الجمباز أبو القاسم يقترب من التأهل للأولمبياد. جريدة الأهرام، اتحاد اليد يوقع عقد رعاية لبطولة العالم في القاهرة. الوفد، محمد صلاح يقود ليفربول في مهمة انتحارية في باريس ومواجهة نارية بين توتنهام وليستر. الشروق، كلوب يوضح أسباب استعادة صلاح العالمي لمستواه. أس، تقارير تكشف هوية الفائز بالكرة الذهبية 2018. سكاي نيوز، مورينيو أفضل حارس في العالم يجب أن يبقى معنا. أس، لوكاكو لمورينيو، تجلسني على دكة البدلاء وتنتظر مني أن أبتسم. سبورت 360، الكشف عن كواليس الخلاف بين أسكو وسولاري. نروح معاك كل تفاصيل أهم الأخبار ونبتديها بالأخبار المحلية من اليوم السابع، واللي قال إن شهد مجلس إدارة اتحاد الكرة اقتراح من أحد الأعضاء بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل لخمس لاعبين، مع إلغاء اعتبار اللاعبين السوريين لاعبين مصريين من أجل زيادة قوة الدوري بعد تألق عدد كبير من اللعيبة الأجانب في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي. رفض بعض أعضاء المجلس عدم زيادة اللاعبين المحترفين والإبقاء على نفس العدد وهو 4 محترفين وإلغاء تجربة اللاعب السوري بعد عدم نجاحهم في دوري الموسم الجاري والماضي. قرر كمان أعضاء مجلس الإدارة اتحاد الكرة تأجيل المناقشة لفترة لحين انتهاء مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز. كمان موقع سوبر كورة قال إن أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق إنه متخوف من العودة لرئاسة رابطة الأندية المحترفة، وقال محمود الشامي إذا أعيد تشكيل رابطة الأندية المحترفة وتم دعوتي لرئاستها فإنني متخوف بشدة، لأن هناك بعض أعضاء الجبلاية لا يريدون إنشاء الرابطة من الأساس بدليل إنهم حلوا كل اللجان ولم يشكلوا رابطة للأندية المحترفة. كمان قال محمود الشامي أن الاحتمال الأكبر هو عدم إنشاء رابطة الأندية المحترفة خالص. كمان اليوم السابع قال أن بيدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانيا بوريدا مخاطبة منتخب النايجر من أجل إقامة مباراة المنتخبين في الأيام الأولى أو الأخيرة من الأجندة الدولية في الفترة من 18 ل 26 من شهر مارس، وده لمنح الفرصة للجبلية لإقامة لقاء ودي مع أحد المنتخبات الأفريقية خلال الفترة نفسها استعدادا طبعا للبطولة. وبيهدف اتحاد الكرة من تحديد موعد المباراة مسبقا مع النايجر للحصول على موافقة واعتماد للفيفا للقاء ودي في الأجندة الدولية، وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي على تحديد ميعاد المباراة قبلها بشهر واحد فقط، أي خلال فبراير القادم، وهو الأمر الذي يصعب من خلاله الاتفاق على ودية قوية للفريق. كمان الفجر قال ان كلف المكسيكي خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكره القدم هاني رمزي المدرب العام باعداد تقرير عن لعيبه الزمالك والاسماعيلي في البطولات المشاركين فيها. ياتي تكليف أجيري لرمزي بالتقرير من اجل رغبته في ضم بعض العناصر الجديده خلال مباراه النايجر، خصوصا وانه طبعا اللقاء ده بيعتبر تحصيل حاصل بالاضافه لموافقته على غياب عدد من المحترفين عن هذا اللقاء.
كمان الشروق قالت ان علق عامر حسين رئيس لجنه المسابقات عن امكانيه الغاء انذارات للعيبه باتروجيت بعد ما تعرضوا لفقدان 3 لعيبه قبل مواجهه النادي الاهلي. قال عامر حسين لم تحدث مطلقا في لجنه المسابقات ان يتم الغاء انذارات بعد احتسابها، وقال كمان لو حدثت بتكون تقديريه وسندخل في لغط كبير بسببها. كمان فيتو قالت ان صرح احمد شوبير عضو مجلس اداره اتحاد الكوره ان لا توجد لجنه مسابقات داخل الجبليه، وقال كمان ان عامر حسين مجرد شخص واحد بس بيصدر قرارات المسابقات. وكمان قال احمد شوبير ان عامر حسين شخصيه محترمه ومن افضل من ينظم مسابقه الدوري، الا انه شخص واحد فقط ولا يعتبر هناك لجنه للمسابقات. وتابع لجنه تعني وجود عدد من الاعضاء تجتمع كل اسبوع لاصدار قرارات أو لتوقيع عقوبات على الأندية واللاعبين، وليس مجرد شخصية واحدة تدير اللجنة. كمان موقع وان تري قال ان اكد نهاد حجاج المستشار القانوني للنادي الاسماعيلي ان الحارس عصام الحضري احيل التحقيق بسبب تخلفه عن السفر مع الفريق لبوروندي لخوض مباريات الدور التمهيدي في دوري ابطال افريقيا. وقال كمان ان الاسماعيلي طالب عصام الحضري بالمطلوب للتحقيق ومعرفه اسباب تخلفه عن السفر مع الفريق في مباراه مهمه في دوري ابطال افريقيا. واختتم تصريحاته بان عصام الحضري لم يركز مع الاسماعيلي ولم يحترم الكيان الكبير للنادي أو جماهيره برغم أنه حصل على مستحقاته وليس له أي ماديات متأخرة لدى النادي الإسماعيلي. كمان البوابة نيوز قالت أن توقفت المفاوضات بين إدارة الجونة وعلي ماهر المدير الفني السابق لسموحة برغم الموافقة المبدئية لخلافة هشام زكريا ولتقدم باستقالته من تدريبات الفريق الساحلي بسبب سوء النتائج. علي ماهر كان وافق في البداية على تولي المهمة الفنية للفريق الساحلي، إلا أنه طلب الحصول على 300,000 جنيه شهريا، وده اللي رفضته إدارة الجونة خصوصا أن زكريا لم يتقاضى راتب كبير. كمان بوابة الأخبار قالت أن أكد إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز أن النتيجة اللي حققها اللاعب علي أبو القاسم في بطولة العالم اللي اختتمت مؤخرا في ألمانيا وحصوله على المركز الثامن بيعد إنجاز كبير للرياضة المصرية بصفة عامة ورياضة الجمباز بصفة خاصة. وقال كمان أن ده جه بعد دخول اللاعب وسط الكبار وأصبح على بعد خطوات معدودة من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 بعد ما كانت مصر بعيدة عن أي تصنيف عالمي أو دولي. وقال كمان أن الخطة العلمية الممنهجة اللي بتسير عليها الاتحادات بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة وضعت الجمباز ضمن الألعاب اللي سوف تحصد بإذن الله ميداليات في الدورات المختلفة اللي بتشارك فيها مصر في الفترات المقبلة. كمان جريدة الأهرام قالت أن وقع الاتحاد المصري لكرة اليد عقد الرعاية مع شركة Presentation Sports، وذلك خلال مؤتمر صحفي كبير في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة. تم الإعلان عن حصول Presentation Sports على حقوق تنظيم كأس العالم لكرة اليد اللي تحتضنها مصر في 2021 بجانب الحصول على حقوق الاتحاد التسويقية والتجارية. نتعرف أكثر عن تفاصيل العقد من خلال التقرير التالي. جه الوقت ان يجي حد زي برزنتيشن يشتغل على الناس دي ويؤرخ الناس دي ويعمل تاريخ تاني لصناعه كره اليد. هذا هو الفخر الذي ينتابني اليوم في التعاون مع الاتحاد المصري لكره اليد. مش هيبقى كاس عالم الدنمارك اللي جاي بس، الدنمارك والمانيا، لا احنا ان شاء الله معاهم لغايه كاس العالم اللي موجود في مصر، وهنعمل بطوله ان شاء الله في مصر من اجمل البطولات اللي هتحصل. عمالين نخطط احلام كتير جدا، الاتحاد ده من اجمل الحاجات اللي فيه احلام واسعه جدا. ووقعوا بقى مع واحد زي حالتنا، ناس زي حالتنا كده بيحبوا الحلم، بيحبوا يشتغلوا على الحلم، مش مهم الحلم يتحقق ما يتحققش، يتعمل ما يتعملش، ما تشتغلش على ده، ما يبقاش كل دماغك انك تعمل الحلم علشان بس يتحقق،
اعمل حلم واستمتع وانت بتشتغل للحلم، واستمتع اكتر اكتر وانت بتنجح في الحلم، واستمتع برضو وانت بتنتقد في الحلم او حتى بتفشل في الحلم. ان شاء الله وعد مننا في برزنتيشن سبورت انا وكل التيم اللي بشكرهم اللي تعبوا في العقد كتير جدا جدا، وعمرو وهبي وهشام زايد وشريف وكل التيم اللي تعب علشان الديل ده يتم ويكمل. وبنوعد كل صناع كرة اليد، ومش عايز اطول، انا اسف طولت عليكم، ان احنا ان شاء الله زي ما عملنا الطفره الكبيره في كره القدم هنعمل طفره كبيره في صناعه كره القدم اليد، مش بس في مصر وكمان في المنطقه. احنا بنعتبر نفسنا اتحاد الحمد لله واقف على رجلين ثابته، واتحاد قوي تاريخه طويل اتبنى على ايد ناس عظماء، فاحنا اتحاد الحمد لله قوي. احنا لسه من شهر واخدين احسن اتحاد في افريقيا، لكن كان ينقصنا البراندنج زي الأستاذ محمد كامل ما قال، التسويق الرياضي، ازاي حد زي الاتحاد المصري بالقيمة ديت وما يبقاش ليه استثمار. الاستثمار ده على فكرة انت بتستثمر في النواحي الفنية تقوم تجلب لك نواحي مادية، وده اعتقد اللي هتدور اللي هتقوم بيه شركة برزنتيشن. انا بقول ان هو تكامل بيننا وبينهم، احنا عندنا الناحية الفنية وعندنا البرودكت، وهم عندهم التسويق وعندهم البراندنج وعندهم ازاي يطلقونا بقى على الساحة. احنا الحمد لله الافريقية والمحلية احنا حاجة كويسة الحمد لله، عايزين بقى نوصل لمرحلة العالمية عن طريق الاستثمار اللي حضرتك قلته دلوقتي. انا سعيد جدا بالنهاردة، اسعد لحظة في حياتي، خلاص حققت اللي انا عايزه، لكن لسه ليا طموح تاني، والطموح التاني ده حقنا كبلد، والطموح اللي احنا نلعب فاينل كاس العالم، فاينل كاس العالم اللي جاي في مصر، حقنا المصاريف اللي بندفعها وكل الامكانيات اللي بنوفرها للعيبه عندنا، لازم ان شاء الله ربنا يكرمنا، بس عايزين تضافر اعلام وجمهور وصحاب كل الناس والدوله تقف معانا عشان نقدر نوصل للمرحله دي. هي نقله لكره اليد ما فيهاش نقاش، نعرف انت تحط ان كره اليد اصبحت كمان اندر سبوت اكتر، والناس مركزه اكتر، والشركه مركزه اكتر، وزي ما الاستاذ محمد كامل قال، هو في اهداف، هو اقتنع بالاهداف، فاقتناعه بالاهداف ده ساعد على اخذ القرار ان هو يبقى سبونسر للاتحاد او يبقى راعي للاتحاد. نرجع نكمل معاكم فقرتنا النهارده عن الاخبار المحليه والعالميه، بنوصل بقى للاخبار العالميه. والوفد قالت النهارده هيكون عشاء الكره العالميه على ميعاد مع 8 مباريات من العيار الثقيل مع اقتراب الامطار الاخيره من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا. تفتتح مباريات الجوله الخامسه بلقائين الساعه 8، وبتستكمل بست مباريات الساعه 10 مساء. طبعا هتتوجه انظار الجميع النهارده الساعه 10 على استاد حديقه الامراء في العاصمه الفرنسيه باريس، واللي بيفتح طبعا ابوابه لاستضافه قمه ما بين باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه ليفربول الانجليزي بقياده نجمنا المصري محمد صلاح، وهيتنافس الفريقين في المجموعه الثالثه المشتعله والمعقده، واللي بيحل فيها نابولي الصداره برصيد 6 نقاط، وده طبعا نفس رصيد ريدز المتواجدين في المركز الثاني لكن بفرق المواجهات المباشره، اما المركز الثالث فبيحتله الفريق العاصمي برصيد 5 نقاط، وبيتدين المجموعه النجم الاحمر 4 نقاط. في المباراة بتاعت النهاردة هيكون على ليفربول ان هي تحقق الفوز عشان تضمن ان هي تتأهل لدور ال 16 بدري، طبعا قبل مباراة الجولة السادسة ضد نابولي. وعلى الجانب الآخر محتاجين طبعا زملاء نيمار النهاردة ان هم يفوزوا بخطف المركز الثاني من ريدز، لكن برضو التعادل مش هيكون حاجة وحشة، لأن برغم ان هم طبعا هيستنوا أو هيبقوا موجودين في المركز الثالث برصيد 6 نقط، لكن مش منتهي أمالهم في التأهل، وده لأن مباراتهم الأخيرة ان شاء الله هتكون ضد النجم الاحمر، طبعا الطرف الاضعف في هذه المجموعه. كمان شروق قالت ان اكد الالماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الانجليزي ليفربول ان محمد صلاح هداف الفريق ونجم المنتخب الوطني الاول استعاد مستواه المعهود ولياقته البدنيه بنسبه 100% للمره الاولى من بدايه الموسم. شايف كمان المدرب الالماني ان تراجع مستوى محمد صلاح خلال الفتره اللي فاتت بيرجع لاسباب كتير او عوامل كتير، وكان اهمها الاصابه اللي تعرض ليها في الكتف خلال نهائي دوري ابطال اوروبا والتشامبيونز ليج، بالاضافه لمشاركته في منافسه
منافسات كاس العالم بعديها طبعا مباشرة وقبل أن يمتثل الشفاء بشكل كامل. وكمان أخيرا عدم حصوله على عطلة صيفية طويلة زي باقي اللعيبة. وقال كمان صلاح الآن عاد لمستواه ليس من الناحية التهديفية فقط بل على مستوى اللياقة البدنية بعد تعافيه من إصابة الكتف. وقال كمان أن محمد صلاح كان وما زال لاعب من الطراز العالمي وما زال يشكل تهديد في اللعبة ولكن في مواقف التهديف ليس بنفس الهدوء والقدرة التي كان عليها. كمان أسل أسبانية قالت وأكدت أن بعض التقارير الإذاعية بتقول ان الكرواتي لوكو مودريتش لاعب ريال مدريد الاسباني هيكون الفايز بجائزه الكره الذهبيه او البلوندور اللي بتمنحها مجله فرانس فوتبول الفرنسيه. وعلى الرغم من ورود عده انباء خلال الايام اللي فاتت بتشير الى ان الثلاثي النهائي الاقرب للفوز بجائزه الكره الذهبيه هيكونوا لوكو مودريتش والفرنسي كيليان مبابي وكمان مواطنه رافائيل فاران لاعب المرنجي. واضافت كمان التقارير ان لوكو مودريتش هو من سيتوج بتلك الجائزه التي تقدمها المجله الفرنسيه كافضل لاعب كره قدم في العالم في العام الحالي وان الدون هيحصل على المركز الثاني وهيجي نجم روخا بلانكوس على المركز الثالث. كمان سكاي نيوز قالت أو وصفت مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو أنه بيتكلم عن حارس مرمى فريقه ديفيد دخية بأنه أفضل حارس مرمى في العالم. وقال كمان أن اللاعب الأسباني عنده نية في البقاء في الأولد ترافورد بعد طبعا إنقاذ فرصة بطريقة مذهلة ساهمت في تأهل الفريق الإنجليزي لدور 16 في دوري أبطال أوروبا أو تشامبيونز ليج. قال مورينيو أنه أفضل حارس مرمى في العالم، طموحنا هو أن يكون لدينا الأفضل في العالم ويجب الحفاظ عليه. وقال كمان أعلم أنه يريد البقاء وأعلم أن وكيل أعماله خارخي مينديز سعيد بفعل ما يريد اللاعب وأعلم أيضا أن الإدارة تريد استمراره وتعمل على ذلك، لذا أتمنى التوصل لنتيجة آجلا أم عاجلا. كمان أسل أسبانية قالت أداء المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو كل ما حدث حينما استبعده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من اللعب أساسي مع مانشستر يونايتد خلال المباراتين أفرتون ومانشستر سيتي. لوكاكو تكلم لأول مرة في تصريحات عن كواليس استبعاده في الفترة الأخيرة وقال أنه اتناقش بجدية مع المدرب وقال له بأنها كانت سنة مليئة بالبطولات وكان هناك كاس عالم وأنه بيشعر بالتعب. وشدد لوكاكو على أن مورينيو سأله لماذا تبدو غير سعيد فقال له طبعا ورد عليه ازاي هكون سعيد وانا ما بشاركش في المباريات. كمان سبورت 360 قالت ان بتتواصل التكهنات بخصوص سوء العلاقه ما بين اسكو نجم ريال مدريد الاسباني ومدربه الارجنتيني سانتياغو سولاري واللي عززها طبعا استبعاده من المباراه الاخيره للفريق قصاد روما الايطالي في دوري ابطال اوروبا وتشامبيونز ليج. قالت التقارير ان الازمه ما بين اللاعب والمدرب بدات في التدريبات لما طلب سولاري من اللعيبة تنفيذ حاجة معينة وده اللي علق عليه اسكو بطريقة غير مقبولة قصاد باقي اللعيبة وده تقريبا كان سبب بداية الأزمة. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم دلوقتي لجولتنا في السوشيال ميديا وهنبتديها مع الفنان نبيل الحلفاوي واللي كتب على تويتر في فيلم هينزل خلال اقل من تلفزيون اسمه ولا يمكن ان يحدث لا لانتهاك حقوق الحيوانات. كمان نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على الانستغرام صورة قبل مباراة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال النهاردة وكتبت مباراة كبيرة فلنحصد الثلاث نقاط. برضو نشر كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس صورة ليه على الانستغرام بعد الفوز على فالنسيا 1-0 والتأهل لدور 16 في دوري الأبطال وكتب فوز كبير. كمان ألاجري مدرب السيدة العجوز كتب على تويتر بعد المباراة
الوصول للهدف الأول هذا الموسم هو جائزة للعمل اليومي للاعبين، ينتظرنا شهر ديسمبر للعب بنفس الطاقة. كمان نشر بيانتيتش لاعب اليوفي صورة لي على انستغرام من المباراة وكتب: اليوم الأفضل ستكون نقطة انطلاق للغد، نحن لا نتوقف. برضو نشر باولو ديبالا كمان على الانستغرام صورة لي من المباراة كتب فيها: بالتضحية والقوة حققنا الهدف الأول. نشر خارخي تشيليني صورة على انستغرام وكتب: انتصار عظيم قادنا للتأهل للدور الستاشر. لوكو مودريتش نجم ريال مدريد نشر صورة على الانستغرام من مباراة روما واللي انتهت بفوز ريال مدريد 2-0 وكتب: فريق عظيم، إلى اللقاء في الجولة المقبلة. نشر راموس كابتن ريال مدريد صورة لي على تويتر من المباراة وكتب: تمت المهمة، تأهلنا وتصدرنا المجموعة. برضو نشر جارث بيل لاعب ريال مدريد صورة واللي أحرز الهدف الأول طبعا في اللقاء وكتب: بوس كبير خارج ملعبنا، كان مهم أن نتصدر المجموعة. كمان مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني نشر صورة على انستغرام من مباراة بنفيكا واللي انتهت بفوز البافاري 5-1 وكتب: وأخيرا هناك شيء يضحكنا مرة أخرى، استغل شغفك وواصل القتال. ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني نشر صورة على تويتر من المباراة بعدما أحرز هدفين طبعا كتب أن أول هدف لي كان هو هدفه رقم 50 في دوري أبطال أوروبا عشان يتساوى برضو مع تيري أونري في المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين في البطولة ويتخطى بالهدف رقم 51. كتب: يوم رائع بالنسبة لي، شكرا مثلي الأعلى في كرة القدم تيري أونري واللي ألهمني لأعيش أحلامي. وطبعا بالهدف ده تخطى ليفاندوفسكي يعني زي ما بيقول مثله الأعلى في كرة القدم تيري أونري. كمان نشر ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ الألماني صورة على تويتر وكتب: فوز في ملعبنا وتأهل لدور الستاشر. برضو نشر سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي صورة على تويتر من مباراة أولمبيك ليون واللي انتهت بالتعادل 2-2، تأهل مانشستر سيتي لدور الستاشر في دوري الأبطال وكتب: المهمة أنجزت، إلى دور الستاشر في الشامبيونز ليج. كمان صفحة الفيفا على تويتر نشرت صورة من المباراة وكتبت: مانشستر سيتي تأهل إلى مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا للموسم السادس على التوالي. صفحة كمان مانشستر سيتي على تويتر نشرت صورة لنجم رياض محرز وكتبت: رياض محرز يتصدر قائمة الأكثر تقديما للتمريرات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حتى الآن برصيده 4 تمريرات حاسمة، فخر العرب. ديفيد دخية حارس مرمى مانشستر يونايتد نشر صورة لي على تويتر من مباراة يانج بويز واللي فاز فيها المان يونايتد 1-0 في ملعب الأولد ترافورد وكتب: لا تتوقف أبدا عن الاعتقاد أن في مسرح أحلامك. كمان نشرت صفحة بلاتشر على تويتر صورة لمروان فلايني واللي أحرز هدف فوز مانشستر يونايتد وكتبوا: عندما يحتاج مانشستر يونايتد لبطل هناك شخص واحد يمكن القيام بتلك المهمة. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهاردة أستاذ رامي رجب الناقد الرياضي في الدستور. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية، لسه مكملين فقراتنا في كلام في الميديا ومنورنا دلوقتي في الاستوديو أستاذ رامي رجب الناقد الرياضي في جريدة الدستور، منورنا. الله يخليك يا أستاذ شيماء، سعيد أن أكون موجود معاكي وسعيد أن أكون موجود في قناة كبيرة زي قناة النادي الأهلي. عايزين طبعا نتكلم مع حضرتك النهاردة عن الدوري المصري الممتاز، شايف البطولة إزاي؟ شايف إيه التطورات اللي حصلت في الموسم الحالي عن أي موسم تاني؟ يمكن شعار هذا الموسم يمكن في أندية كتير جدا حبة فوق وحبة تحت، يمكن في أندية ظهرت بشكل كويس جدا في بداية المشوار الدوري وتراجعت، وفي أندية بدأت بشكل مش موفق وبعدين أدت مستويات رائعة، ويمكن لو بصينا للمقاصة يمكن المقاصة كان بادئ مش كويس، بدأ دلوقتي يكون متواجد بشكل كبير جدا. بيراميدز ماشي بشكل كويس دلوقتي برضو في الدوري، يمكن أبرز ظاهر الدوري هذا الموسم يمكن احنا في الأسبوع 16 ودلوقتي 12 مدرب يتم إقالتهم، من يعني 12 مدرب وفي أندية غيرت 2 وغيرت 3
ثلاثه زي بيراميدز مثلا، ده كابتن حسام حسن هو ثالث مدرب يقود نادي بيراميدز. دي يمكن دي ابرز الظواهر. يمكن طبعا عشان برضو نتكلم على حسم الدوري، في ناس كتير بيجي تقول ان الزمالك قرب، يعني برضو لسه الموضوع بدري جدا لسه. كابتن محمد يوسف اتكلم عن الموضوع ده وقال لسه بدري جدا على الكلام عن الدوري وعن مين متصدر الدوري وعن نتائج الدوري وعن الفوز في هذه النسخه من الدوري المصري ممتاز، قال الكلام ده لسه بدري قوي عليه. الحقيقه خاصه النادي الاهلي لعب 7 مباريات من 16 اسبوع، فالموضوع لسه بدري جدا. يمكن بس يمكن انت عارفه النادي الاهلي دايما في ضغوط عليه كبيره جدا من جماهيره، ودايما يعني بالرغبه على طول ان النادي الاهلي يكون في يعني فايز على طول، ما بيقبلوش حتى بالتعادل. لو انت بتتعادلي في مباراه بتبقى زعلانة. تخيلي بقى ان الاهلي 7 مباريات يفوز في 3 ويخسر 2 ويتعادل في 2، 11 نقطه بالنسبه له ده يعني كان ضغط على الجمهور أكيد. طبعا فطبعا احنا اكيد النادي الاهلي طبعا مصدر ثقه كبير جدا، جماهيره بتثق فيه بشكل كبير جدا، ولكن برضو النادي الاهلي محتاج تدعيمات في شهر يناير بشكل كبير جدا. ويمكن دي التصريحات اللي طلع بيها كابتن سيد عبد الحفيظ، وقال انتظروا صفقات سوبر في المرحله القادمه ان شاء الله في يناير القادم. ودي اللي هتبقى يعني نبره الامل بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، بالنسبه للناس اللي بتحب النادي الاهلي منتظره اكيد يعني تغيير شكل كبير جدا. الجمهور مستعجل قوي ان هو مستعجل عشان انت انت بس هو اكيد ماشيين يعني اكيد الاداره ماشيه بالطريقه الصح. الجماهير مشكلتها جماهير النادي الاهلي او جماهير الانديه الكبيره ما بتنتظرش، يعني زي اللاعب كده ما بيحصل على في لعيبه بتحصل على فرصه ما بتقدرش تستغلها فبترجع تقعد على دكه البدلاء وتبقى خارج السكور. جماهير النادي الاهلي مطالبه دايما ان مطالبه ناديها الكبير الافضل نادي افريقي ان هو دايما على طول بيحقق نتائج ايجابيه، اي نتيجه سلبيه ده بيبقى مردودها فعلي بيبقى مردود سلبي تجاه الجماهير، فطبيعي جدا تلاقي الجماهير بتبقى عاوزه النادي الاهلي في احسن صوره في احسن اداء. اعتقد ان النادي الاهلي عشان يخرج من المأزق اللي هو موجود حاليا ده لعيبه سوبر، اعتقد ان هو فيه لعيبه كتير جدا النادي الاهلي وضع عينيه عليه وضع ايديه عليه وبدات في مفاوضات فعليه. واعتقد النادي الاهلي عارف اداره النادي الاهلي عارفه فعلا النادي الاهلي محتاج لعيبه سوبر، يعني اي لعيب دلوقتي عشان يجي النادي الاهلي يعني لو مستواه 70% او 80% انا ما اعتقدش ان هو يقدر يكون يعني يبقى يظهر بشكل كويس مع النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني مطالب ان هو فيه لعيبه سوبر، فيه لعيبه كتير جدا اعتقد النادي الاهلي في حسين الشحات، في محمد محمود لاعب وادي دجله لاعب كويس جدا، في محمود وحيد الظهير الايسر لمصر المقاصه موجود في الصوره، في علي غزال، في عدد كبير من اللعيبه النادي الاهلي يعني داخل فيهم، واعتقد ان في لعيبه يعني برضو ممكن يدعم بلعيب افريقي برضو واعتقد ان ده هيبقى في انت عارفه موجود ما عندك 4 لعيبه افارقه فهيضطر يستغنى عن اللاعب، فالاهلي محتاج لعيبه سوبر عشان يخرج من المأزق اللي هو موجود حاليا فيه. طيب كمان لو هنتكلم عن التغييرات اللي حصلت امبارح في لقاء النادي الاهلي مع المقاولين العرب، وكمان لو هنتكلم عن اعاده بقى دخول احمد الشيخ وناصر ماهر في اللقاء، طبعا اتكلم كابتن محمد يوسف قال ان هو كان حابب ان هو يضخ دماء جديده للفريق، وطبعا اتكلم برضو عن البدايه بصلاح محسن وقال انه للاسف تعرض لاصابه في بدايه اللقاء وده اللي خلاه يخرج سريعا وينزل مكانه مروان محسن في اللقاء خوفا من تفاقم هذه الاصابه. يمكن صلاح محسن من اللعيبه غير المحظوظين، كسرت اصاباته في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت ديت، يعني لعيب بيصادفه سوء حظ غير طبيعي. صلاح محسن انا بعتبره من افضل رؤوس حربه موجودين في مصر دلوقتي، لعيب عنده امكانيات صغار في السن بس عنده امكانيات كبيره جدا، لعيب يقدر بيعرف يجيب جون كويس، بس ولكن اصاباته يمكن الاهلي ما كانش محظوظ امس في اصابه صلاح محسن بعد 5 دقائق، فانا في علامات استفهام كتير على كثره اصابات صلاح محسن، لعيب كويس جدا. اعتقد ان مروان في ناس كتير بتتكلم على مروان، يمكن مروان كان مظلوم في النادي الاهلي، في ناس كتير بتقول مروان لا يصلح ان يلعب في المنتخب، لا مروان من اللعيبه كويس جدا بس عنده كان في مشكله النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت دي. مروان يعني احسن ميزه بالنسبه له ان هو بيعرف يجيب جون براسه، يعني بيتميز ان هو فده كانت ميزه مروان محسن، ولكن يمكن الفتره اللي فاتت دي ما كانش فيه الاجناب في النادي الاهلي، ما كانش فيه اوفرات، فيه كور عرضيه كتير على مروان محسن. النادي الاهلي بس جماهيره محتاجه الصبر شويه على اللعيبه اللي موجوده. كمان احسن ظهير ايمن وايسر
في القاره السمراء كلهم مصابين دلوقتي. لا لا، ما انا بقول لك هي مشكله النادي الاهلي حتى في مباراه الترجي ان هو كان فقد عدد كبير من اللعيبه اللي هم فعلا عناصر الخبره اللي كانت تقدر تعمل حاجه في رادس هناك، ولكن انت عارف فقدت وليد ازار، فقدت علي معلول، مش موجود احمد فتحي، في اللعيبه دي اللي كانت مهمه. واعتقد ان مؤمن زكريا، اعتقد ان هو انا اتمنى ان يكون متواجد مع النادي الاهلي مؤمن زكريا، حتى لو بعيد عن المباريات، بعيد عن مستواه، مؤمن زكريا في الماتشات الصعبه بيبقى له كلمه وبيبقى له بصمه. فاعتقد ان مؤمن زكريا، اتمنى النادي الاهلي يمكن خبره ولعيب كويس، ورعيب لعيب لعب في الاهلي، لعب في الزمالك، لعب في المنتخب، فعنده خبرات كبيره جدا، ولعب في الدوري السعودي فعنده خبرات كبيره جدا. اعتقد ان النادي الاهلي طبعا هيعي طبعا اي لعيب يعني هيبقى هيضيف له الفتره اللي جايه ديت، هيبقى حريص ان هو يعني يكمل معاه خلال الفتره اللي جايه. النادي الاهلي محتاج اللعيبه الخبره، محتاج اللعيبه اللي تقدر فعلا تصنع الفريق معاه. النادي الاهلي كان بيمر بازمه، فدي طبيعي جدا. النادي الاهلي مر بازمات كتيره جدا، مش اول ازمه تمر بها النادي الاهلي، مش اول مره. يمكن الناس بس زعلانه وغضبانه، النادي الاهلي يطلع من بطولتين في اسبوع واحد، يمكن في البطوله العربيه ومن قبلها في ماتش نهائي افريقيا، كانت طبعا كل الناس زعلانه. ولكن انا يعني انا كنت اتمنى انا شخصيا ان يتم الاستعانه بكابتن مختار مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه ديت. عنده لعيب مدرب عنده خبرات كبيره جدا، فاهم لعيبه النادي الاهلي، بيتفرج على ماتشات النادي الاهلي. يمكن المدرب الاجنبي اللي هيجي النادي الاهلي هيحتاج وقت، وعشان انت برضه تقدري تحكم عليه، انت مش تقدري تحكم عليه من ماتش ولا ماتشين ولا ثلاثه. حضرتك شايف ان الافضل يبقى في مدرب محلي؟ انا من وجهه نظري انا الفتره دي كانت محتاجه مدرب وطني، او الكابتن مختار او الكابتن علي ماهر، مع احترام الكابتن محمد يوسف عنده خبرات كبيره برضه. ولكن انا شايف ان محمد يوسف هو اللي قاد النادي الاهلي في 2013. انا عارف محمد يوسف بقول لك مدرب عالي، بس انا يمكن خبرات الكابتن مختار افضل. يمكن حتى كان الكابتن مختار دايما ما كان موجود مع اي فرقه بيبقى له بصمه، حتى مع الانتاج الحربي بيقدم مستويات رائعه. كابتن مختار مستوى عن المدرب الاجنبي. انت لو بتتكلمي من بدايه الموسم كنا نجيب مدرب اجنبي، ما فيش مشكله، كان هيبقى فيه وقت. انما المشكله في النادي الاهلي دلوقتي اللي انت عاوزه واحد يكون عارف الفرقه. يعني دلوقتي الماتشات كلها هتبقى ضغط، الماتش شهر ديسمبر اللي جاي عندك ماتشات مؤجله كتير، فهتلعبي ماتشات، فالمدرب الاجنبي هيحتاج وقت. اللي موجودين الكابتن سيد عبد الحفيظ عنده خبرات كبيره طبعا، وجوده معاه والجهاز الفني والجهاز المعاون هيبقى برضه هيبقى هو بالنسبه له المرايه بتاعته في مع الجهاز الفني. ولكن انا كنت بفضل الكابتن مختار يقود النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه ديت. ولكن اي مدرب هيجي النادي الاهلي هو عارف. بس احنا لما بنتكلم بصراحه في موضوع المدرب المحلي، مع احترامي طبعا الكابتن مختار على راسنا من فوق، يعني من افضل المدربين الموجودين في الدوري المصري الممتاز. بس الكابتن محمد يوسف ما هو موجود، لو احنا هنفضل نتكلم عن مدرب محلي فالافضل هو انا كابتن محمد. انا بتكلم في ايه؟ يعني كابتن محمد يوسف مدرب عالي، ومدرب مدرب له تجارب كتير جدا، وكان موجود مع النادي الاهلي وله خبرات كبيره جدا. ولكن انا بتكلم ان كابتن مختار عنده الخبرات التدريبيه طبعاً. اكتر بس يعني دي لو فاهم، لو بصينا لها كده هنشوف مين امتى النادي الاهلي فاز باخر لقب افريقي، فهنلاقيه كان تحت قياده كابتن محمد يوسف. خلينا نروح كمان لازمه الجمهور امبارح في لقاء النادي الاهلي والمقاولين العرب. شفت الازمه دي ازاي؟ برضو لازم نتكلم ان اداره النادي الاهلي كثفت مجهوداتها واتصالاتها مع وزير الشباب والرياضه عشان يقدروا يحلوا الازمه دي. لكن طبعا في الاخر النهارده اتكلم العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي وقال يا ريت ما تحطناش في مأزق قدام جمهورنا. صحيح. يمكن المشكله بس اللي بتواجه اتحاد الكره، المشكله اللي بتواجه الانديه الكبيره، المشكله اللي بتواجه حته حضور الجماهير دي الامن. يعني قرار الامن هو يعني حتى لو اتحاد الكره عنده رغبه، هو اكيد عنده رغبه ان هو الجمهور يبقى موجود بشكل كبير، مش 5000 بس في الماتش، لا هو عاوز الاستاد يبقى 60000 في المباراه. ولكن الامن اللي بيحدد مصير الجماهير. اعتقد النادي الامن هو صاحب القرار في هذه يعني منع الجماهير النادي الاهلي في مباراه المقاولين. طبعا النادي الاهلي محتاج الجماهير، محتاج تدعيم له الفتره اللي جايه دي من جماهيره، ولكن الامن هو صاحب القرار. يمكن الامن هو اما بيلاقي حاجه ممكن تعمل مشكله او تثير مشكله بيبقى من خلاله هو. اتحاد الكوره بيبذل ما عليه، ونفس الامر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه طبعا اكيد مش هيتاخر عن يعني النادي الاهلي بيطالب بحقه. يعني انت طالما بتدخل جماهير 5000 في المباريات الثانيه، انا من حق انا رقم يكون موجود ومن حقه، ولكن هي المشكله مشكله الامن. الامن بيبقى له حاجات ثانيه احنا مش شايفينها، فبرضه احنا لازم لابد ان احنا نحترم قرار الامن. يعني انما اتحاد الكوره لو تخاذل
ان هو ينفذ قرار او الامن موافق واتحاد الكوره تخاذل او دير الشباب والرياضه تخاذل في هذا الامر، يبقى فعلا يبقى لا النادي الاهلي له حق، ولكن هي المشكله الامن هو صاحب القرار. زي برضو لو اتكلمنا على مباراه المصري، حتى الان المصري مش عارف يلعب مباراته على استاد بورسعيد بسبب برضو ان الامن اللي رافض الامن. فاتحاد الكوره موافق ووزير الشباب والرياضه موافق، ولكن هو القرار في الاول وفي الاخر يرجع للامن. صحيح. طيب هل الفتره القادمه محتاجه الدعم الجماهيري لفريق النادي الاهلي؟ طبعا. يمكن النادي الاهلي دلوقتي يمكن في عدد كبير من اللعيبه فاقدين الثقه بانفسهم، فعشان ترجع ثقتهم من نفسهم لازم يبقى في دعم من الاعلام، دعم من الجماهير اللي بتحبهم. حتى لو الاهلي يعني بيمر بازمه، فالازمه دي هتبقى مؤقته. أكيد. مع الدعم من جماهيره كبيره جدا. بيبقوا زعلانين، ولكن في نفس الوقت برضو النادي الاهلي عارف وجماهيره عارف، جماهير النادي الاهلي عارفه ان النادي الاهلي يعني يمرض ولا يموت. صحيح. فمحتاج الفتره اللي جايه ديت محتاج يبقى تدعيم ومسانده قويه من جماهيره. واعتقد النادي الاهلي لو فاز في ماتش بتروجيت وفاز في المباراتين اللي جايين ماتش بعده، اعتقد ان الثقه هترجع للاعيبه النادي الاهلي اللي غابت خلال الفتره اللي فاتت دي. ولكن برضو انا مع ان 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 اللي بيحصل على فرصه في النادي الاهلي لابد ان يستغلها. في برضو لعيبه اثرت، خلينا نقول ان في لعيبه اثرت الفتره اللي فاتت ديت، بتاخد فرصتها اكتر من مره مع النادي الاهلي ولكن ما بتستغلها. يمكن انا كنت دايما بقول كريم نيدفيد يمكن من اللعيبه الكويسه جدا، ولكن منذ يعني جاء للنادي الاهلي لم يقدم مستوى اللي كان موجود بيه قبل كده مع وادي دجله. يمكن هو امبارح يمكن امس كان كويس جدا، بس يا ريت بقى يحافظ على هذا المستوى. يعني كريم برضو احمد الشيخ كان بيأدي اداء كويس، احمد الشيخ من اللعيبه كويسه جدا. يعني انا مش عارف ان يعني كان وناصر ماهر يمكن وشريف اكرامي، اللعيبه ديت محتاجه ثقه، محتاجه تديها دفعه معنويه خلال الفتره اللي جايه. وكريم نيدفيد من اللعيبه الكويسه جدا، اعتقد لو كريم ظل على مستوى الفترة اللي جاية يمكن ما يلعبش مباراة كويس ومباراة لا، فأعتقد إن هو هيبقى مؤثر جدا مع النادي الأهلي، هيبقى له دور مع النادي الأهلي. لعيبة النادي الأهلي أي حد بيبقى موجود. بس الأهم دلوقتي أكيد هو الدعم الجماهيري، لأن أنت مش متخيل قد إيه التأثير السلبي نفسيا على الفريق وعلى الجهاز الفني كمان للنادي الأهلي بسبب هجوم الجماهير. طبعا عذرة جدا الجمهور، جمهور النادي الأهلي هو طول عمره متعود على الفوز، لكن فجأة خروج من دوري أبطال أفريقيا أو الحصول على المركز الثاني، خروج من دور 16 في البطوله العربيه. صحيح. صحيح. الخساره كمان في ماتشين في الدوري المصري الممتاز وانت كمان ما بتلعبش انديه قمه، فاكيد دي كلها صدمات ورا بعض صدمات النادي الاهلي، صدمات كمان غير متوقعه بالمره. احنا كنا امبارح قاعدين بنتكلم بنقول احنا قدامنا 10 ماتشات ما فيش غنى عن الفوز في لقاء واحد بس اتنين. صحيح. صحيح. فجأة نبتدي حتى مش بتعادل لا بخسارة، فطبيعي جدا ان الجمهور ينهار، طبيعي جدا ان الجمهور ياجم، لكن بالراحة شوية على فرقتنا. احنا محتاجين اكيد المساندة ومحتاجين الدعم عشان نقدر نكمل ان شاء الله في مشوارنا. ونادي الاهلي ياما ضرب امثلة ان هو ممكن يكون يتعطر في بعض المواسم في الوسط، لكن بيقدر بيرجع تاني وبيكون الفرق ما بينه وبين المنافسين نقاط كتير، يمكن بالعشرة وخمستاشر نقطة، وبيقدر برضو ان هو الموازين ويسعد جماهيره ويفوز باللقب. فاكيد انا بطالب طبعا من الجمهور كله انه يساند النادي الاهلي. وبعدين النادي الاهلي يختلف عن انديه كتيره جدا، الانديه الكبيره بتعرف ترجع ازاي. يعني في لعيب يفقد الثقه بنفسه ممكن يقعد شهر شهرين عشان يرجع تاني مستواه الطبيعي، ولكن النادي الاهلي او الانديه الكبيره بشكل عام تقدر ترجع بسرعه جدا. النادي الاهلي طبعا يعني مش مستحمل اي فقدان للنقاط خلال الفتره اللي جايه. لعبت 7 مباريات، خسرت منهم 2، تعادلت مع في مباراتين. لو فاز النادي الاهلي في الماتشات اللي جايه يبقى فرق ما بينه وبين الزمالك الاول 3 نقاط، ولسه في مواجهه مباشره مع نادي الزمالك. فاعتقد لسه الامور يمكن لسه الامور يعني حته حسم الدوري او الزمالك حسم الدوري لا طبعا لسه بدري جدا جدا جدا، لسه قدامنا دور تاني، عندنا ماتشات كتير جدا. النادي الاهلي بلعبته بخبراته بادارته برئاسه الكابتن محمود الخطيب، اعتقد ان شاء الله يعدوا الازمه دي بسلام ويرجع النادي الاهلي لمنصات التتويج وطبيعته في الدوري ووضعه في الجدول اللي هو معود عليه دايما على طول ان شاء الله باذن الله. لو اتكلمنا عن الاصابات كتير جدا في النادي الاهلي، ويمكن كان اخرها امبارح صلاح محسن في لقاء النادي الاهلي قصاد المقاولين العرب وخروجه بعد 5 دقائق يمكن من بدايه اللقاء. شايف
قد ايه مأثرة الاصابات على النادي الاهلي؟ المشكله معظم يعني الاصابات هتلاقيها كلها في اللعيبه الاساسيه عندك وانت مفتقد في فريق مفتقد لعيب او لاعبين اساسيين عنده بتعمل ازمه. تخيلي بقى انت ما يكون كميه الاصابات اللي موجوده في النادي الاهلي ديت، فاعتقد ان ده بيتاثر وخاصه ان انت في عندك لعيبه ما كانتش بتلعب اساسيه وبشكل مستمر مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي. كان وليد ازارو طبعا لعيب كبير جدا، صلاح محسن انا زي ما بقول لك من اللعيبه الكويسه جدا، انا بقول فعلا لعيب يستحق ان هو يكون اللاعب الاول او المهاجم الاول في منتخب مصر خلال الفتره اللي جايه. الاصابات طبعا بتبقى بتسبب مشكله كمان للجهاز الفني، دايما بتعتمد على لعيب اساسي وبتظبطي تشكيله معينه، ترجع بعد كده تلاقي ثلاث مراكز او اربع مراكز عند اصابات، فبتخلق نوع من الـ من الـ من الدربكه للجهاز الفني. فاعتقد النادي الاهلي، اتمنى النادي الاهلي الاصابات كترت، يعني انا شايف النادي الاهلي ظاهره غريبه جدا خلال السنوات الاخيره ان في كثره للاصابات. انا مش عارف سبب ايه لحد دلوقتي، هل حمل زايد على التدريبات اللعيبه، هل اللعيبه ما بتبقاش في تدريبات زياده عليهم، انا مش عارف السبب بصراحه، ده سبب طبي. انما اتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه ديت ان الاصابات تقل في النادي الاهلي. يمكن في السنوات اللي فاتت دي انت لو لاحظت هتلاقي في اصابات كتير جدا، والاهلي بيفتقد يمكن من الانديه القليله جدا في الدوري الممتاز ان بيفتقد كميه كبيره من اللعيبه في كل الماتشات، ودي بتاثر بشكل كبير جدا. خلينا نقول لو لعيبه النادي الاهلي اللعيبه اللي موجوده مع وليد ازارو مع اللعيبه الاساسيه مع احمد فتحي مع اجايي مع اللعيبه دي كانت موجوده في نهائي افريقيا كانت فرق كتير مع النادي الاهلي. النادي الاهلي افتقد في نهائي افريقيا العناصر خبره، لعيبه كويسه بس ما عندهمش الخبرات، خاصه ان هم اتعرضوا لضغوط كبيره جدا قبل المباراه. يمكن اللي سافر مع الفريق النادي الاهلي شاف ان فعلا كان في ضغوط كبيره جدا طبعاً نفسيه على لعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والبعثه الاعلاميه اللي كانت موجوده، فده اثر بشكل كبير جدا على اداء. وممكن هقول لك على حاجه، يمكن الترجي كان خايف من النادي الاهلي في هذه المباراه، يمكن كان خايف من النادي الاهلي، انت فايز عليه 3-1 هنا في مصر وكان خايف منك، ولكن ما لقاش المبادره اللي انت تحرز هدف او الهجمات اللي انت فعلا ترجعيه، استغل هذه الفرصه واحرز هدف في الشوط الاولاني، وده ده الهدف ده اعتقد ان هو كان سبب في خساره الاهلي في هذه المباراه. ان ولكن اتمنى ان شاء الله الاصابات يعني تبقى بسيطه جدا في نادي الاهلي الفتره اللي جايه، كل لعيب مهم بيفتقده النادي الاهلي في مباراه بتبقى بيأثر بشكل سلبي جدا. اتمنى طبعا الاصابات تزول من النادي الاهلي الفتره الجايه، ولو كان في اصابات تبقى خفيفه شويه عن كده يا رب ان شاء الله. طب نطلع على فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن النادي الاهلي مره ثانيه، فاصل سريع ونرجع نكمل. رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم ولسه منورنا استاذ رامي رجب الناقد الرياضي في جريده الدستور، برحب بحضرتك مره ثانيه. كنا بنتكلم عن النادي الاهلي والكبو او الازمه اللي بيمر بيها النادي الاهلي في الفتره الحاليه، وحضرتك اتكلمت وقلت اكيد لازم من تدعيمات وصفقات سوبر في النادي الاهلي. شايف ايه هي الاماكن اللي محتاجه فعلا تدعيمات في يناير القادم؟ يمكن محمد الشناوي من الحراس اللي يعني من الحراس اللي انا اعتبره من افضل الحراس موجودين في مصر، والكابتن شريف اكرامي نفس الحكايه، لكن انا اعتقد ان يمكن الشناوي عنده مشكله بس بسيطه ان هو بيجي في بعض الاوقات ما بيركزش، وده عدم تركيزه في بعض الكرات الخطره دي بتمثل خطوره، انت عارفه أكيد. غلطه الحارس المرمى بجون، يعني انت ممكن راس الحربه يغلط مش هيبقى في تاثير عليه، خط الدفاع ممكن يغلط، ممكن الحارس يبقى وراه خط الوسط، ولكن غلطه حارس مرمى دايما بتعلم مع الجماهير. محمد الشناوي محتاج شويه تركيز، اعتقد النادي الاهلي محتاج حارس مع كابتن شريف والكابتن محمد الشناوي. علي لطفي موجود، علي لطفي موجود، يعني علي لطفي اعتقد ان خد فرصته هذا الموسم ما قدمش المستويات حضرتك شايف ان علي لطفي خد فرصه في كذا مباراه، خد فرصه كم في كم مباراه؟ بص هي مشكله النادي الاهلي ونادي الزمالك والانديه الكبيره اللي انت الفرصه ممكن ما ترجعلكيش تاني، يعني بمعنى لو انت الفرصه ما استغلتهاش في مباراه او مباراتين او ثلاثه صعب ان انت ترجع تاني، خاصه لما يكون عندك حارسين كبار زي مثلا شريف اكرامي وعندك محمد الشناوي. اعتقد ان لو في حارس ثالث جه اعتقد ده يعني هيحل ازمه كبيره جدا. يمكن هقول لحضرتك على حاجه، يمكن برضو خلينا نرجع لورا شويه، يمكن كان عصام الحضري كان موجود مع النادي الاهلي، كان بيقدم اول ما جه تعاقد مع النادي الاهلي كان عنده مشكله كبيره جدا ان في اخطاء
متكرره مع النادي الاهلي. عندما تعاقد النادي الاهلي مع نادر السيد بدا عصام الحضري يظهر ويقدم بشكل كويس جدا. انما في حراس مرمى كويسين موجودين، واعتقد ان هو يعني اللي انا شايفه الحارس اللي يناسب النادي الاهلي محمد عواد، ولكن كان محمد عواد اكد في تصريح ان هو في مفاوضات معاه مع نادي الوحده ان هو يجي يتعاقد مع النادي الاهلي، ولكن انا يعني هو فضل ان هو يستمر مع الوحده السعودي، بيقدم وشغال كويس جدا، بيقدم مستويات رائعه. اعتقد النادي الاهلي محتاج حارس مرمى، محتاج ظهير ايسر. حراسة المرمى في النادي الاهلي ليه الشناوي؟ يعني برغم ان اكيد كل لاعب في الدنيا بيجيله فترات من عدم التوفيق، عدم الاتزان، ده بيحصل لكل لاعب في الدنيا في اي مركز من المراكز، لكن هنرجع برضو هنلاقي ان احمد الشناوي او محمد الشناوي عفوا هو اللاعب الوحيد في منتخبنا الوطني الاول اللي رفع راسنا. لا انا ما اختلفناش على محمد الشناوي، ان هو انا قلت لك في البدايه محمد الشناوي من افضل الحراس الموجودين في مصر، حارس عنده امكانيات كبيره جدا وظهر بشكل كويس، حتى لما جات له الفرصه مع منتخب مصر وما كانش بيشارك في ماتش البرتغال، كان ماتش صعب جدا، أدى بشكل كويس جدا، ولكن هي مشكلة محمد إن هو في بعض الكرات ما بيركز، عدم تركيزه أو تمركزه الصحيح ده بيسبب له أزمة. ولكن كحارس في محتاجين في باك شمال، علي معلول لما أصيب في عجز عندك في ناحية الشمال، متأثرين أيمن أشرف بيلعب فيها ساعات، ولكن يعني برضو يعني أيمن أشرف يمكن ظهر مع النادي الأهلي هو كان مكانه الأساسي لما تعاقد مع الأهلي ناحية الشمال، ولكن هو أدى في حتة القلب الدفاع أفضل، فأعتقد أن برضو الباك الشمال عندك النادي الأهلي عنده أزمة فيه دلوقتي، ولكن الباك اليمين عندك محمد هاني موجود، عندك أحمد فتحي موجود، أعتقد أن أنت محتاجة برضو واحد في قلب الدفاع، واحد كويس يكون مع كولوبالي الفترة اللي فاتت دي برضو إلى حد ما مش مركز مع النادي الأهلي، مش عارف في أخطاء كده حتى في ماتش امبارح، يمكن لو اتكلمنا عنه خطأ كان خطأ اللاعب من مقاولين استلم الكورة، يعني هو وقع ولكن استلم الكورة بدون أي ضغط من كولوبالي في المناطق دي. أنا لو أنا بلعب قلب دفاع ما خليش المهاجم يلف باللفة دي ويشوط الكورة بالمنظر ده، فمحتاجين واحد في قلب الدفاع، محتاجين اثنين خط وسط، واعتقد ان انت محتاجه مهاجم خلال الفتره اللي جايه دي برضو يكون تدعيم بسبب كثره الاصابات. انت عارفه لو ما فيش اصابات كتيره في النادي الاهلي يعني مروان موجود كويس، عندك صلاح محسن كمان، عندك وليد ازارو كويس. خليني اسالك عن الدوري المصري الممتاز عامه، ومين افضل لاعب او مين اكتر لاعب لفت انتباهك في هذا الموسم؟ يعني خلينا نقول وليد سليمان في النادي الاهلي، يعني ظهر بيقدم افضل مستوياته في النادي الاهلي. يمكن هو الفتره اللي فاتت دي يمكن كان سبب، يعني بعد توفيق ربنا طبعا النادي الاهلي يوصل لنهائي افريقيا، كان وليد سليمان من افضل اللعيبه اللي انا شايفها موجوده في الدوري المصري، بيقدم مستويات رائعه رغم الكبوات اللي بيمر بها النادي الاهلي، ولكن بيبقى له بصمه في الماتشات، فاعتقد ان هو وليد سليمان. انا لو بتسالين على افضل لاعب هقول لك وليد سليمان هو افضل لاعب من وجهه نظري. انا شايف الاجانب دورهم عامل ازاي في الدوري؟ لا اعتقد ان هم مقدمين في بيراميدز كينو ده لعيب كويس جدا برضو، لعيب برازيلي بيقدم مستويات رائعه، في جون انطوي في مصر طبعا لعيب كويس جدا، بس وفي كلام ان في مفاوضات مع النادي الاهلي مع ازارو طبعا بيقدم، بس هي المشكله انا بتكلمين على فتره في الدوري الاهلي ما لعبش كتير في الدوري، ولكن الفترات اللي لعب فيها اللعيبه ديت سواء في المقاصة جون انطوي او كينو في بيراميدز مقدم مستويات رائعه، واعتقد ان النادي الاهلي برده في بيبص لكينو ان هو اللي هو بيبص لجون انطوي عاوز يتعاقد معاه، واعتقد ان جون انطوي يمكن كم مره الاهلي يتفاوض معاه الفتره اللي فاتت دي، بس هو حاسس براحه نفسيه مع مصر المقاصة، كان موجود في النادي الاهلي ورحل عن النادي الاهلي، وهو شايف ان هو يستمر افضل في نادي مصر المقاصة وبيقدم مستويات رائعه. يعني اعتقد هم دول افضل لعيبه موجودين في الدوري المصري بالنسبه للاجانب. استاذ رامي رجب ناقد رياضي في جريده الدستور، نورتنا النهارده في كلام كده. انا سعيد اكون موجود معاكي، وسعيد ان اكون موجود في قناه جريده قناه النادي الاهلي. شكرا لحضرتك. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله يوم السبت القادم في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء. يوم سعيد على حضرتكم.